السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سنبدأ اليوم بدرس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس يوم الاستقلال. يوم الاستقلال هو عبارة عن درس يذكر لنا يوم مميز في حياتنا، وهو يوم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يوم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. والآن سأقوم بقراءة الدرس، وأنت انظر إلى الصور، انظر إلى الصور، تبع إلى الصور. صفحة 75، صفحة 75 كما تعودنا، صفحة 75، وأنا سأقوم بقراءة الدرس وأنت تأمل الصور جيدا. يوم الاستقلال. يوم الاستقلال لبس جمال ملابس الكشافة وذهب إلى بيت صديقه حسام. وذهب إلى بيت صديقه حسام. رحب به حسام وقال: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ قال جمال: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. اليوم هو 25 من أيار. 25 من أيار. يوم الاستقلال. قال حسام: ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ قال جمال: سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقام في وسط المدينة. قال حسام: هيا هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. الآن سأقوم بقراءة الدرس بعدما تأملنا الصور. عندما هنا ذهب إلى بيت صديقه حسام، ذهب جمال، هذا جمال ذهب إلى بيت صديقه حسام. سأله حسام: لماذا تحمل أعلام الأردن؟ لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ قال له جمال: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة، نزين بها ساحة المدرسة. اليوم هو 25 من أيار، 25 من أيار، يوم الاستقلال، يوم الاستقلال، يوم الاستقلال. قال حسام: ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ قال جمال: سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقام وسط المدينة، الذي سيقام في وسط المدينة. هنا سأقوم بقراءة الدرس سأقوم بالقراءة الآن وقم بقراءة الدرس. انتبه. صفحة 76. لبس جمال ملابس الكشافة وذهب إلى بيت صديقه حسام. رحب به حسام وقال: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ قال جمال: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. اليوم هو 25 من أيار، يوم الاستقلال. قال حسام: ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ قال جمال: سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقام في وسط المدينة. قال حسام: هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. الآن هنا يتحدث عن جمال عندما ذهب إلى صديقه حسام، وكان يحمل بيده الأعلام، أعلام الأردن. قال جمال: نريد أن نزين ساحة المدرسة. اليوم هو 25، كانوا بدهم يزينوا ساحة المدرسة كما رأينا في هذه الصورة، كما رأينا داخل هذه الصورة، يريد أن يزينوا ساحة المدرسة، ومن ثم يذهب مع أسرته لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي يقام في وسط المدينة، الذي يقام وسط المدينة. الآن سنقوم بحل أسئلة الاستماع، سنقوم بحل أسئلة الاستماع. ماذا كان يحمل جمال؟ هيا هيا أنتظر الإجابة أحباب الباحث، رائعون أنتم دوما. ماذا كان يحمل جمال؟ أحسنتم، رائعين. يحمل بيده أعلام الأردن، رائعين. ماذا سيفعل جمال بالأعلام؟ ماذا سيفعل جمال بالأعلام؟ شو بده فيهم؟ يريد أن يزين بها ساحة المدرسة، يريد أن يزين بها ساحة المدرسة. إلى أين سيذهب جمال مع أسرته؟ إلى أين؟ هيا هيا. نعم، لمشاهدة الاحتفال السنوي في وسط المدينة.
متى يصادف يوم الاستقلال؟ 25 من أيار. 25 من أيار. أحسنتم. الآن سأقوم بكتابة بحل أسئلة الاستماع على السبورة، وثم قم بكتابتها صفحة 74. صفحة 74. صفحة 74. قم بكتابتها. 1. ماذا كان يحمل جمال؟ ماذا كان يحمل جمال؟ أعلام الأردن. أعلام الأردن. أعلام الأردن. اثنين. ماذا سيفعل جمال بالأعلام؟ ماذا سيفعل جمال بالأعلام؟ يريد أن يزين. يريد أن يزين. يزين بها ساحة المدرسة. ثلاثة. إلى أين سيذهب جمال مع أسرته لمشاهدة الاحتفال السنوي؟ أربعة. كما تحدثنا، متى يصادف يوم الاستقلال؟ 25 من أيار. الآن سنقوم بحل أسئلة المحادثة بعدما قمنا بحل هذه الأسئلة، وهي يوم الاستقلال، أسئلة الاستماع صفحة 74. سنقوم بحل أتحدث صفحة 75. صفحة 75 سنقوم بحل أسئلة المحادثة. عما تتحدث الصورة الأولى؟ هيا هيا طلابي، هيا أحباب الباحث، عما تتحدث الصورة الأولى؟ صفحة 75. صفحة 75. عما تتحدث هذه الصورة؟ 1. الصورة الأولى إنها تتحدث عن حسام أنه يحمل بيده الأعلام. ذهب إلى بيت صديقه حسام وبيده الأعلام. الصورة الثانية، وهي نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. والصورة الأخيرة هي الصورة الأخيرة، سيذهب مع أسرته ليحتفلوا بذكرى الاستقلال. الآن سنقوم بكتابتها. إذن الصورة الأولى، ذهب كما تعودنا، نقوم بالتسطير ومن ثم كتابة الإجابة. ذهب إلى بيت صديقه صديقه حسام. اثنان، نريد أن نزين. الصورة الثانية، نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. والصورة الثالثة والأخيرة سنقوم بكتابتها أسفل الصورة. هيا نحتفل. نحتفل بذكرى الاستقلال. قم بكتابتها على الكتاب صفحة 75، ومن ثم اكتب اليوم والتاريخ لليوم الذي قمنا به بعرض هذا الفيديو.
أشكر لكم حسن استماعكم، دمتم بألف خير أحبائي الطلبة.